عايزين نستعرضه كده مع مشاهدينا ونرجع ونكون نشوف تعقيب الدكتور ياسر ايوب على هذا الفيديو. نذهب ونشاهد. الاول كمتابع للاهلي ومحب الاهلي، الاهلي يمكن الحاجه الوحيده اللي بتسعد المصريين. تمام. لو قيمنا مجلس الاداره ده برئاسه محمود طاهر والمجموعه اللي معاه، انا بعتبره افضل مجلس اداره ادار الاهلي في تاريخه، وافضل من الله يرحمه صالح سليم، وافضل من كابتن حسن حمدي. الكلام ده والكلام يا جماعه اكتبوه بس كده. محمد سويلم بيأكد. وانا هقول لك ليه. اتفضل. الناس دي استلمت النادي وما كانش فيه فلوس، العمال تقبض. النهارده الاهلي اقوى ميزانيه في تاريخه موجوده. تمام. بعقود رعايه وشغل نظيف وشغل راقي ومحترم. الاهلي استلم المجلس ده، استلم فرقه الكوره مهلهله، ويعني مش كويس انها كانت بتلعب. ليه ده هو دخل 17 بطوله كسب منهم 14 يعني. نعم. ضحك اول ما مسكوا السنه اللي خسروا فيها دوري وكاس من الزمالك. كان الفرقه في لعبه كتير بتعتزل، لعبه كتير ماشيه وبتاع. النهارده الاهلي بيكتسح البطولات كلها من قبل، الاهلي واخد الدوري قبل ما يخلص يعني بشهرين مثلا. تمام. مرة تانية مشاهدينا، دكتور ياسر حضرتك شاهدت الفيديو عن السيد محمد سويلم، هل حضرتك تعقيب على هذا الفيديو؟ لا، أنا معتز طبعا بشهادة الأستاذ محمد سويلم يعني، وبشكره عليها لأنه بيشيد بمجلس إدارة النادي الأهلي. أنا بس يعني عندي تحفظ على أنه ما بحبش كلمة الأفضل، المجلس الأفضل. يعني هو المفترض أن أنا أقوم أسقف دلوقتي عشان انا بشتغل مدير اعلام مجلس الاداره الحالي برئاسه المهندس محمود طه. لا، انا بقول لك لا، مش الافضل، ما فيش مجلس افضل من الاخر. ومحمود طاهر اعطى الكثير جدا للنادي الاهلي، حسن حمدي اعطى الكثير جدا للنادي الاهلي، صالح سليم اعطى الكثير جدا للنادي الاهلي، الفريق مرتجي اعطى الكثير جدا للنادي الاهلي، كابتن وحش، احمد عبود باشا، احمد حسنين باشا، كل هؤلاء اعطوا الاهلي. علشان بعض الناس تردد انه اصله مجلس محمود طاهر بيقول ان هم اللي بداوا الانشاءات في النادي الاهلي. هذه عبارة لم تحدث ولم يقل أحد من المجلس ذلك، وده اتهام ظالم وشديد الغرابة. يعني أنا مش فاهم ليه المصلحة يعني المهندس محمود طاهر أشاد بكل المجالس السابقة وكان عضوا بمجلس إدارة كابتن صالح لدورتين. فيعني دكتور ياسر برضو حتى هنا في قناة النادي الأهلي احنا بنتكلم على 110 سنة من التاريخ، 110 سنة من الإنجازات. مجلس إدارة الحالي لم يكن موجود في 1907، لم يكن موجود في بداية الستينات ولا الخمسينات ولا في السبعينات ولا في الثمانينات. كل هذه المراحل لما حتى كنا بنعمل ذكرى للأسطورة كابتن صالح سليم، عمل كل مجالس إدارة النادي الأهلي عبر التاريخ، وحاولنا نبرز كل مجلس وايه دوره وادى الى ايه وايه الانجازات اللي حاول يضيفها للنادي. وبعض حتى كنا بنجيب بعض من الحفلات اللي كانت بتقام في الماضي من السيده ام كلثوم، وازاي هذه الحفلات كانت ليها دور. وابتدينا نقول نادي الاهلي حتى دخوله الى البطولات الافريقيه في الثمانينات، اول بطوله دوري ابطال افريقيا، ثم بعد كده ثلاثه افريقيا ابطال الكؤوس، ثم دوري ابطال افريقيا 87، وبعدها التسعينات مع الكابتن صالح. كل هذه البطولات والانجازات لم يفعلها شخص ولا مجلس واحد. ما هو يعني في بعض الاراء او بعض الناس علشان تدافع عن مجلس الكابتن حسن حمدي الذي لا يحتاج دفاعهم بالمناسبه، سرقوا انجازات مجالس سابقه ومجلس حالي. يعني وده وضع غريب جدا يرفضه النادي الاهلي. يعني انت لما جيت وريتني الفيديو قلت لك لا، مجلس محمود طاهر مش المجلس الافضل، كل المجالس اللي جت للنادي الاهلي اعطت. فما يجيش حد تاني يسرق من مجلس محمود طاهر ما قام به بالفعل على الارض ويمنحه لاخرين. ولا مجلس كابتن حسن حمدي عمره انكر انجازات مجلس كابتن صالح سليم، ولا كابتن صالح سليم
أنكر إنجازات الفريق مرتجي. يعني أنا مش قادر أفهم، بلاش نلعب بالتاريخ، بلاش نلعب بالنادي الأهلي، خلوا كل هذه المعارك الجانبية لما تبدأ الانتخابات وكل واحد يختار اللي يختاره وكل واحد يختار الجبهة اللي يبقى معاها، دي قصة تانية، ساعتها كل واحد يتكلم براحته. بس بلاش تدخلوا الأهلي في هذا النفق المظلم، بلاش تدخلوا الأهلي في هذه الصراعات الضيقة. الأهلي أكبر من كل مجالس إدارته وأكبر من كل إعلامه. الأهلي يعني مش عايز أقول الكيان هو من يصنع الأشخاص. الأهلي تاريخ وكيان وملايين من العشاق هم الذين يصنعون اسم وقوة ومكانة وشرف النادي الأهلي، فبلاش تسرقوا من ملايين العشاق حقوقهم بمجرد ان انت مع فلان او ضد فلان. لا فلان ده هينفعه ولا فلان ده هينتقص منه، لانه الذي سيبقى هو النادي الأهلي واحترام ابناء الأهلي بإذن الله، باحترام المبادئ والقيم والمسار الصحيح. دائما المسار الصحيح هو اللي بيؤدي إلى الإنجازات. احنا عندنا تقرير عن أعضاء النادي الأهلي في فرع مدينة نصر، نطلع ونشوفه ونرجع مرة تانية.